بحر الأرال في آسيا الوسطى يتقلص بدون شك، هذا ما تظهره صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين 1973 و2004. اللوم في هذه الكارثة البيئية يقع على مشاريع الري العشوائية والجفاف المرتبط بظاهرة الاحتباس الحراري. غابات إيغواسو الاستوائية بين البرازيل وأوروغواي تقلصت خلال 30 سنة على حساب التمدد العمراني، وهذا ما يظهر واضحا في مدينة لاس فيغاس الأمريكية. جميعها عناصر فرضت إعادة تصنيف المناطق جغرافيا وإعادة رسم خطوطها. النشاطات البشرية المتزايدة تؤثر سلبا على ظاهرة الاحتباس الحراري وتجعل انعكاسها مستحيلا، فالضغط على الموارد الأولية والثروات الطبيعية والمياه يزيد من تفاقمها. ارتفاع عدد سكان الصين إلى 1.3 مليار شخص وضع ضغوطا هائلة على موارد المياه. المشاريع التي أقيمت على مجرى النهر الأصفر غيرت شكل مجراه. بحيرة تشاد في إفريقيا تقلصت مساحتها بنسبة 95% خلال 40 سنة الماضية. كما أعاد خبراء الخرائط رسم الخطوط الساحلية في بنغلاديش وجزر المحيط الهادئ وعدة مناطق أخرى بسبب ارتفاع منسوب مياه البحار المرتبطة بذوبان ثلوج القطبين الشمالي والجنوبي. مع مراجعة الأطلس كل 4 سنوات نلاحظ التغييرات الجغرافية التي يجب أن ندونها ونغيرها، ونتفاجأ أحيانا من حجمها ونتساءل لماذا، وعادة ما نحاول الإجابة لكن بشكل علمي ونسمح للقارئ أن يقرر بنفسه ما يجري. لكن الأخبار ليست سيئة للجميع، فالأطلس يشير إلى أن الوعي البيئي جعل عشرات مناطق العالم تصنف على أنها محميات طبيعية وبالتالي يجري الحفاظ عليها، كما أظهر انتعاش بعض المناطق الداخلية نتيجة ضخ المياه إليها. تغييرات طفيفة تطرأ على خرائط العالم لكنها تعتبر بمثابة كوارث بيئية وطبيعية بالنسبة للكثيرين، والمقلق في الأمر هو أننا تعودنا على مشاهدة هذه الصور بعدما انتقلت من التلفزيون ووسائل الإعلام إلى كتب المدارس ومنها إلى أطلس العالم. أنطون خوري، العربية، لندن.